بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الطلبات الكثيرة والمتزايدة من مشتركاتي عن وصفة للقضاء على شيب الشعر، راحين نعمل مع بعض إن شاء الله وصفة فعالة للقضاء عليه، ولكن مع الاستمرار إن شاء الله. مكونات هذه الوصفة عبارة عن قشر، أنا قد عملت الوصفة جهزتها، قشر حبتي بصل أحمر، لازم يكون قشر البصل الأحمر، نأخذ حبتين كبيرتين من قشر البصل، ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، وقشور 2 حبات من البطاطس أو البطاطا، قشور فقط. نضع هذه المكونات كلها مع بعض في لتر من الماء يغلي على النار لمدة 20 دقيقة، ويترك ليلة كاملة حتى يتركز هذا المنقوع، ثم يستعمل على الشعر بشكل بخاخ، نضعه في بخاخ، في قارورة بخاخ، ونستخدم هذا السائل على خصلات الشعر كلها. ثم بعد ما يجف الشعر قومي بترطيبه بواسطة زيت الخردل. زيت الخردل هذا الزيت فعال جدا في علاج الشيب وإكساب الشعر اللون الأسود شيئا فشيئا، لأنه فعال وكذلك هو فعال جدا لغزارة الشعر وكثافته ولمعانه وتقويته، ويعالج الشيب علاج رائع مع استخدام هذه الوصفة. وباقي هذا المحلول يوضع في الثلاجة، ويمكن استخدامه بشكل يومي، يوميا يوضع هذا السائل على الشعر في الليل قبل النوم بواسطة البخاخ، وإن شاء الله يزول نهائيا مشكل الشيب. ونصيحة ختامية هي كثرة الصبغات للشعر هي من تؤدي إلى مشكل الشيب عندنا. أتمنى ممن طلبوا مني وصفة لعلاج الشيب يشوفوا الفيديو وينال رضاهم ويطبقوا الوصفة وينتهي عندهم مشكل الشيب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.